اليوم رح نعمل كنافة بلا ما نشتري فرك كنافة ولا نتعذب بعمله. بدي أعمل كنافة على السريع قبل ما تروح الكهرباء. أول شيء بدي أجيب توستري باندومي، بحط الكيس بقلب الماشين وبدوره. حيلا ماشين فيها أربع شفرات بتطحنهم كتير منيح، ماشين الشفرتين بتعذبنا شوي، أنا جربتها مرة بالماجي ميكس عذبتني نتفي لطحنتهم، بينما بالتيرمو ميكس وبالمشيو كويزين كتير عم بتكون الطحنة ناعمة. بحل السر على السبعة أو أكتر تمينة ماشية 40 ثانية، صارت الطحنة كتير منيحة، رح فرجيكم إياها. ما بدي إياها أكتر من هيك ناعمة لأنه بتصير عجينة بعد شوي. حتى الوصفة مكتبة الترموميكس بيقولوا 150 جرام زبدة، بس أنا الزبدة عندي هلأ ما في سقع حجر، رح استعمل سمنة، حتى السمنة كتير قاسية، رح أحط لها 3 ملاعق سمنة مش أكتر، وبرجع بخلطها عن جديد كمان على سرعة 7، 30 ثانية بزيادة. فضيهم بقلب الصينية، دمدهم بالصينية وكبسهم. حبيت السمنة أكثر، ريحتها كتير حلوة، أحلى من الزبدة، هي أول مرة بعملها بسمنة. الزبدة مجلدة مجلدة ما بينعمل فيها اليوم، ما بدي دوبها. هلأ صارت هي حاضرة، بحطها على جنب. بجيب هاي الفرشاية بحطها بالمكنة. إذا ما عندكم هاي المكنة فيكم تعملوا هاي المرحلة على الغاز بطنجرة عادية، بس على نار كتير كتير هادية. بدي لتر حليب، حط فوقه 150 جرام سميد خشن و50 جرام سميد ناعم، بيطلعوا 3 ارباع الكباية او 10 ملاعق سميد خشن و3 ملاعق سميد ناعم. هون او بحط المزيج على نار هادية او بحط الحرارة على 90، سرعة 1 و8 دقايق، وبزيد عليهم ربع كباية ما زهر مشان النكهة. بجننوا، وريحة ما زهر متلاقي البيت كيف بدهم يكونوا. إذا عملتونه على النار، على نار هادية بليز. بدي جبنة موتزاريلا بوك لأنه ملحة أقل من غيرها. رح خلي التواريف فاضية لأنه الجبنة رح تدوب ورح تجي لهون وتحترق، ما بدي إياها تحترق. إذا لاحظتوا ما حطيت أبدا سكر، بيجيها بعدين قطر أو عسل. بدلق المزيج على الصينية وبحمل فرن على حرارة 180 درجة وبخبزها على مدة 35 دقيقة. هيدي الصينية، شوفوا التواريف كيف حمروا. هلا بدي اقلبها. بسم الله، ما في لزوم ابدا لا ادهن الصينيه ولا حط ورق زبده لانه العجينه فيها سمنه. هون حرقت ايدي. سبحان عن جد روعه، جنن. اسمعوا صوتها تقرش قرش. صغر القطعة عشان ما اتفاجئ. فينا نحط عليها قطر، انا بدي احط عسل، ما بدي كتر على السقع، العسل مجمد. أطيب بكتير 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 من الزبدة. استعملوا سمنة. ما بننسى شو نفس بالطبخ. باي.